إذا نفتتح فعاليات مؤتمر فكر 9 لعام 2010 بالجلسة الأولى تحت عنوان دور العرب في رسم مستقبلهم. أتشرف بتقديم ضيفين عزيزين على المؤتمر للجلسة الأولى. الضيف الأول معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية سلطنة عمان. فليتفضل لمعالي الوزير خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي ومهارات عالية جدا في هذا الموضوع. وطبعا معالي الوزير ليس غريبا على بيروت، فقد شغل منصب سفير سلطنة عمان في لبنان عام 1973، وهو عضوا في اللجنة العمانية للنوايا الحسنة الموفدة إلى العواصم العربية في عام 1971. يحاور معالي الوزير الدكتور خليل جبارة مدير وحدة الحكم الصالح في رئاسة الوزارة في لبنان. الدكتور جبارة حامل شهادة دكتوراه من بريطانيا، له العديد من المؤلفات والمقالات المنشورة في موضوع حكم الصالح والفساد والإدارة المالية في العالم العربي. لدينا 45 دقيقة إلى ساعة تقريبا، إذ بدأنا قبل الوقت المحدد، فليتفضل المتحاورين. يشرفني في البداية أن أرحب بمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان معالي الأستاذ يوسف بن علوي بن عبد الله في بيروت، وأن نستفيد من تجربة معاليه على صعيد المنطقة العربية، ولا سيما في المواضيع والعناوين الأساسية التي يطرحها مؤتمر فكر ومستقبل هذه المنطقة وتفاعل شعوبها. أهمية حوارنا اليوم يكمن في دور الشباب العربي في بناء مستقبل تعترضه عدة مسائل وتحديات، أهمها في مجال السياسة والبيئة والتنمية والاقتصاد. وفي تبوؤ مركز ريادي يضع أسسا وقواعد لنهضة مستدامة. كلنا نتمنى أن يكون للشباب العربي نهجا بناء مرتكزا على أسس التجارب السابقة ومبنيا على تطلعات مستقبلية. في هذه الجلسة سوف نتناول مسائل عدة حول المنطقة العربية في العقود القادمة ورؤية معاليه إلى المنطقة في ظل مظاهر المنافسة الحاصلة ودور السلطنة في هذا الإطار. معاليك أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذا ما نبدأ هذا الحوار معاليك، السؤال الأول الذي يمكن أن نتناوله هو حول رؤية معاليكم إلى المنطقة، خصوصا كيف تستشرق المستقبل ورؤية معاليكم إلى المنطقة في غضون العقود الثلاثة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أقدم الشكر لصاحب السمو الأمير خالد الذي دعاني لحضور هذه الندوة لمؤسسة الفكر العربي، وكون هذا أن تنعقد في بيروت كما ذكرتم لي ذكريات طيبة وذكريات نعتبرها من الماضي، ونعتبر الحاضر أفضل من الماضي. فلسمو الأمير كل الشكر على هذه الدعوة الكريمة. أخي العزيز، السؤال الذي طرحتموه سؤال يدور في كل عقول العرب،
إن كانوا شبابا وإن كانوا أمثالنا. وأعتقد أن ما هو داخل هذه العقول هو أن الطموحات التي مسيطرة على تفكيرنا ومسيطرة على رؤانا هي أكبر من المساحة المتاحة لنا، سواء كانت في العقود الأربعة الماضية أو أنها إن استمرت على هذا النمط للعقود القادمة. بكل تأكيد أن الطموح أمر مشروع، وهو نبضة أساسية لعملية التطور والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، لكن هذا الطموح ينبغي أن يكون منظم وثابت على قاعدة واضحة. إذا رأينا إلى واقعنا منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي، لوجدنا أننا قد وضعنا على سكة لقطار في الاتجاه الغلط وليس في الاتجاه الصحيح، وقضينا 60 عاما أو أكثر ونحن نتلمس الوصول إلى المحطة الصحيحة ولم نصل بعد. أعني بهذا أن قادة الأمة العربية خلال تلك الفترة، منهم من لم يعد معنا ومنهم من ما زالوا يقودون الأمة العربية ولكن في تبصر ربما جديد للوصول بالقطار إلى المحطة التي ينبغي أن يصل إليها. أعني في هذا خلال 60 سنة وضعنا كل جهودنا على خط واحد، وهو خط السياسات والشعارات. يعني وضعنا أنفسنا على خط شعارات للسياسات للسياسة، وفي ذات الوقت لم بكل صدق لم نحسن السياسة، لأن ماذا ما هي السياسة أصلا؟ يعني ما هو مفهوم السياسة؟ يقول فلان سياسي والحزب السياسي والنظرة السياسية والكاتب السياسي، فما هي السياسة؟ يعني كلمة تقال وتدعى وتكتب، ولكن أعتقد كثير منا لم يفهم ما معنى هذه الكلمة. وفي رأيي أن السياسة هي تمحيص كل أمر للحصول على ما هو أفضل فيها، ولكن هذا غائب في عالمنا. السياسة عندنا هي اتخاذ القرار الذي يوافق الهوى، ولذلك لم نتمكن من أن نضع أنفسنا على القطار الصحيح. أقول هذا الكلام من خبرة ومن معايشة لمسيرتنا في السياسة العربية، التي هي بالضرورة أحد أوعية الغذاء للإنسان العربي. ولذلك أود أن أقول أنه مستقبل واعد، لكن إذا وجدنا أنفسنا نحن على القطار الصحيح، إذا نظرنا إلى واقعنا ما قبل الآن، يعني ما قبل هذه اللحظة، لوجدنا أن معظم الدول العربية وبالنتيجة الشعوب العربية معظمها ما زالت في حاجة كبيرة إلى المساعدات المالية الخارجية، وهذا يعني
أن قدرتها على الانطلاق بشعوبها مقيدة، مقيدة بقيد ثقيل، ما لم ينفك هذا القيد وتصبح هذه المجتمعات وتنظر الدول العربية ونحن منهم إلى نظرة أخرى في كيفية استبدال قطار بقطار آخر، ويكون قطار الجديد قطار من القطارات السريعة التي بدأت تستخدم الآن ليس فقط في أوروبا ولكن أيضا حتى في الصين. أعتقد أنها ستكون انطلاقة هائلة، وأقول أنه الموارد العربية بكل تصنيفاتها ذات قيمة مادية كبرى، ولكننا نفتقر إلى كيفية إدارة هذه الموارد. هذا من النقاط التي ينبغي أن ننظر إليها. العمل العربي المشترك، اسمع عليك قبل ما تناول العمل العربي المشترك، يعني لا شك فيه أن هناك منافسة كبيرة استراتيجية وإقليمية في المنطقة، منافسة حول إيديولوجيات وحول مصالح اقتصادية ومالية. معاليك تفضلت تكلمت عن السياسات، إذا منضلنا بهذه الفكرة، هل عدم قدرتنا على رسم سياسات طويلة الأمد وصلتنا لهذه المرحلة من المنافسة الإقليمية وهذه عدم الاستقلالية والاعتماد على المساعدات المالية الخارجية وصلتنا إلى هذه المرحلة من المنافسة حيث نبحث عن دور ما لنا ضمن إطار منافسة بين دول غير عربية؟ ذكرت أنا أن مفهومي في السياسة هو تمحيص كل أمر لاستخلاص ما هو أفضل في ذلك الأمر، وأقول أنه ما ينبغي علينا أن نستخلصه بعد تمحيص السياسة هو أن ننظر في أن مستقبلنا يبقى في إطار، ينبغي أن يكون في إطار التوجه نحو القطار الثاني، وهو أن يكون أساسها جمع المصالح، جمع المصالح بمعنى تنظيم الاقتصاد، بمعنى الخروج من قيود الدولة الوطنية إلى قيود مصالح الأمة العربية المنتشرة على أكثر من قارة. هذا الذي ينبغي أن يحصل، ولكن نحن ما زلنا أيضا نقيد أنفسنا بقيود الدولة الوطنية، وهذه القيود أشعر الآن من خلال الأدوار المتعددة للمجتمع المدني، لمنظمات فكرية مثل هذه المؤسسة، وهناك كثير من المفكرين بدأوا يوجهون باتجاه أنه لا حل لنا لكي ننفك وننطلق إلا أن نعيد تركيبة النظرة للعمل العربي المشترك بطريقة جديدة تتوافق مع متطلبات العصر. ولذلك ينبغي أن لا نستخدم، حتى نصل إلى هذا ينبغي علينا أن لا نستخدم ما يعرف في سياسات اليوم بالفوضى الخلاقة، ولكن ينبغي علينا أن نستخدم حسن الأخلاق دون فوضى في هذا الجانب. ولذلك أنا أعتقد أنه ينبغي على المفكرين أن يدرسوا مثل هذه الأوضاع وأن يقدموا توصيات لمن هم في أيديهم القدرة على المشاركة في وضع السياسات التي تؤدي إلى هذا. نحن الآن على الخطوة الأولى
لأن في إطار الجامعة العربية ومع تقديرنا الكبير للجامعة العربية بدأنا خطوة من عدة سنوات وهو إقامة المنطقة منطقة التجارة الحرة الكبرى، ولكن للأسف ليست كل الدول أعضاء فيها ولكنها فيها يعني عدد من الدول وذاهبة في الاتجاه الصحيح، إنما بسرعة يعني ليست تلك السرعة التي ينبغي أن تكون فيها، ولكنها هي بداية الخطوة الأولى في الطريق الصحيح. هذا جانب. جانب الثاني أنه لنبغي علينا أيضا أن نشرك المواطن، يعني هناك من يقارن بين أوروبا والاتحاد الأوروبي وما وصل إليه، بدأت بالجماعة الأوروبية ثم تطور هذا، وبيننا نحن كعرب بدأنا الجامعة العربية في الأربعينات ولم نصل إلى أي مكان، ولكن ينبغي علينا أن لا نقلد ولكن نستخلص ما هو الأفضل ما في تجارب الآخرين، لأننا لن نخترع العجلة، وربما يكون أنه لابد من إنشاء آليات جديدة توفر وسائل لانفكاك البعض منا من قيود المساعدات الخارجية، حتى يصبح لدينا قدرة أن نجمع شتاتنا ونبني منه جسم واحد. لهذا العام مؤسسة فكر العربي اختارت عنوان لمؤتمرها العالم يرسم المستقبل دور العرب. أولا، هل توافق على هذا العنوان؟ هل ترى أن العالم رسم المستقبل والعرب هم يفتشون عن مكان ما في هذا العالم، أم أنهم يمكن للعرب أن يكون لهم دور أساسي في رسم المستقبل؟ المستقبل هو فضاء ملك للجميع، يعني نحن لسنا في كوكب آخر، نحن في مع العالم يعني في